وفي اشخاص بيكونوا يعني اهل ان هم يكونوا عندهم ثقه كبيره في نفسهم، ومع الاسف ثقتهم ضايعه جدا في نفسهم. بيبقى عندهم كل المقومات وكل حاجه تخليهم يعني احنا يعني انا واحده من الناس ممكن الاقي حد تعليم كويس، لغات، مكانه كويسه، لكن ما فيش ثقه. فازاي الشخص ده يقدر يتغلب عن مخاوفه وعن قلقه طول الوقت ويكون عنده ثقه في نفسه؟ ده سؤال مهم حضرتك. الثقه في النفس معناه ان انا اصدق الادوات اللي ربنا اداها لي. واكبر مثال على كده، لو انا صوتي حلو وممكن اغني، مش هم المطربين الحقيقيين دايما يقول لك ايه؟ انا صوتي حلو، فبيحاول ويغني ويخبط على البيبان لغايه ما حد قدر ان هو يستوعب صوته ويبقى يعني ويبقى مطرب. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو صدق الايه؟ الاداه اللي عنده اللي ربنا اداها له. بالظبط. حد دمه خفيف ممكن يطلع ممثل كوميدي، واحد بيكتب كويس ممكن جدا يبقى صحفي كويس. بالزبط. ويكتب مقاله. ده معناه ايه؟ معناه ايه بقى؟ انت معاكي اداه ما تاخديش راي حد فيها مش متخصص. اوكي. ما تساليش حد مشكوك في ثقافته. ده اللي بيهد احساسك باهميه الاداه. اوكي. عامله زي ايه؟ ما ينفعش حضرتك ابدا تسالي السؤال ده لحد. ايه رايك فيا؟ انت شايف ايه؟ ما تساليش بني ادم زيك السؤال ده ابدا. ليه بقى يا دكتور؟ مثلا انا اكون عايزه اعرف مثلا الناس شايفيني ازاي؟ او هل ده فعلا ممكن ياثر عليا وانا مش حاسه؟ في حاله واحده بقى. ايه بقى؟ اذا اتقالك نتيجه اعجاب شديد من الناس بادائك بادواتك، فهم اللي من نفسهم قالوا. لكن لما انت بتسالي ده بيقلل. لا، ده بيدي فرصه لحد تاني ان هو يطلع اللي جواه من ناحيتك. اوكي. قد يكون احساس الغيره هو اقوى ما يمكن انه ياثر في احساسك انت. أوكي. يعني ايه بقى؟ ما تساليش حد بيغير مننا، ما تساليش حد بيشتغل نفس شغلانتنا، ما تساليش حد ممكن يكون عنده اصلا مشكله فبيتكلم عن نفسه. هقول لك ليه بقى؟ ليه بقى؟ نحن لا نرى العالم باعيننا. احنا بنشوفه بنموذج ربنا خلقه جوانا. فما هو هذا النموذج؟ ده فيه منطقه خاصه بي انا. فممكن تساليني فتقولي لي ايه؟ انا عملت كذا، اقول لك لا 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 ما كانش كويس. ليه بقى؟ النموذج اللي جوايا متشائم فروحت قايل لك مش كويس. ليه شخصيتي يعني. مش كده؟ طيب لو قلت لي انا عملت حاجه كويسه، انا النموذج بتاعي متفائل، هقول لك ايه؟ لا ده كان جميل. واقوم مديلك كل الصفات اللي انت ايه؟ في الحالتين اقلقي. ليه بقى؟ لان انا ممكن ابالغ قوي في المدح وممكن ابالغ قوي في التشاؤم. اوكي. مين بقى اللي تعتمدي حضرتك عليه بقى؟ لما تكون وهو بيتكلم ما بيتكلمش ايه دفعه واحده في المميزات، يقوم قايل لك ايه بقى؟ انت عندك حاجه كويسه قوي. ايه هي؟ يقوم ينبهك لاداه انت ما خدتيش بالك منها. تمام. ان انت اسئلتك دايما لما يكون في ضيف قاعد قدامك اسئله مش مباشره. هي اسئله تدي فرصه للضيف ان هو يبدع، انه يتكلم، انه يزود. فيقول لك انت عندك الميزه دي، انت ما بتقفليش الضيف. طب انا بقفل الضيف؟ لا خالص. قلت استغل بقى الموقف. ده انا بقول لك الميزه. ده انا بتكلم عنك دلوقتي. عشان كده بقول لحضرتك لازم تعتزي بادواتك. بشكلك، بشياكتك، بالطريقه اللي بتتكلمي بيها. عايزك تعتزي جدا بانك عايزه تعملي حاجه وانك عايزه تنجحي وانك بتبذلي مجهود. يقول لك دايما الشخص الذي يبذل جهدا وحقيقة هو مؤمن بيه، تبص تلاقيه ربنا بيديله مقابل. المقابل ده مش لازم دلوقتي، ممكن بعد 4 5 أعوام من القادمة. فتشعري ان في نتيجة، نتيجة هذا الجهد. بالظبط. بسبب ايه بقى؟ بسبب الثقة في الأداة. اذا اللي بيذاكر يثق ان هو بذل جهد هيجيب مجموع، اللي بيشتغل يثق ان هو بيعمل اللي عليه وزيادة فممكن ينجح.